حضراتكم طبعا ماذا يحدث في أرض الملعب في حال أي حاجة حصلت خلال هذه الفترة. خلينا نروح لجرافيك هذه المباراة. طبعا الدوري العام المصري موسم 19-20 النهاردة الأربعاء 15 يناير 2020، مباراتين بتقام اليوم، مباراة نادي الجونة ونادي الزمالك في الأسبوع ال 13. كانت هذه المباراة في تمام الساعة 5، واعتقد ان هي قاربت على الانتهاء. كان الزمالك متقدم على الجونة بهدفين مقابل لا شيء. في تمام الساعة 7:30 النادي الأهلي سيلاقي نادي طنطا. نتائج مباريات الأسبوع ال 13، نادي مصر يخسر من نادي المقاولين العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد، المباراة كانت يوم السبت 11 يناير 2020. الحد 12 يناير حرس الحدود بيتعادل سلبيا مع سموحة، ومصر المقاصة بيتعادل إيجابيا مع إمبي، والإسماعيلي بيفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. الاثنين 13 يناير وادي دجلة بيتعادل إيجابيا مع الإنتاج الحربي. بقية مباريات الأسبوع ال 13 هتقام غدا، مباراتين، المصري البورسعيدي سيلاقي نادي أسوان الساعة 5، والاتحاد السكندري سيلاقي نادي بيراميدز في تمام الساعة 7:30. تاريخ المواجهات ما بين الناديين، النادي الأهلي لعب 24 مباراة ضد طنطا، فاز النادي الأهلي في 19، تعادل في 5 مباريات، لم يهزم النادي الأهلي، أحرز 47 هدف، دخل مرماه 8 أهداف. أكبر فوز في تاريخ المواجهات كان 75-76 بنتيجة 6-0 لصالح النادي الأهلي. موقف الأهلي وطنطا، الأهلي في المركز الأول ب10 مباريات، فاز في العشرة، سجل 28 هدف، استقبلت شباكه هدفين، 30 نقطة في المركز الأول. أما نادي طنطا لعب 12 مباراة، فاز في واحدة، تعادل في 7، خسر في 4، سجل 11 هدف، دخل مرمى 14، يملك من النقاط 10 نقاط في المركز ال 16. نتيجة المباراة السابقة لنادي طنطا، خسر من نادي الزمالك في الأسبوع ال 12، كان يوم 5 يناير، المباراة كانت بتقام في استاد المحلة، في تمام الساعة 5 خسر نادي طنطا 3-2. أما نتيجة المباراة السابقة النادي الأهلي بيفوز على نادي مصر بثلاثية مقابل هدف في الأسبوع ال 12، كانت يوم الأحد 5 يناير الساعة 7:30. المباراة القادمة للنادي الأهلي إن شاء الله في بداية الأسبوع ال 14، المقاولين العرب هيستضيف النادي الأهلي في تمام الساعة 7:30. أما المباراة القادمة لنادي طنطا، نادي طنطا سيستضيف الجونة في تمام الساعة 5 في طنطا. طاقم التحكيم لهذه المباراة كابتن محمود عاشور حكما للساحة، كابتن تحسين السادات وكابتن أيمن العقاد 2 حكام مساعدين، ثم كابتن محمد طارق حكما رابعا.